بالرغم من إن سنين كتير عدت على موضوع انفصال الفنانة منة شلبي عن المخرج خالد يوسف، لكن الموضوع ده بيثير فضول كتير من الجمهور، خاصة وإن محدش من الاتنين طلع قبل كده اتكلم عن الموضوع ده. طيب إيه اللي جد؟ اللي جد في الموضوع إن الفنانة زيزي مصطفى طلعت وكشفت كل الأسرار والتفاصيل عن الموضوع ده، وقالت ليه منة شلبي سابت المخرج خالد يوسف، واتكلمت كمان عن قصة الحادثة الشهيرة اللي تعرضت ليها قبل كده، واتقال إن خالد يوسف كان ليه علاقة بيها. بس قبل ما تشوف الفيديو عشان تفهم الموضوع، لو بتشوفنا على يوتيوب اعمل لايك وشير للفيديو، ولو لسه مش مشترك في القناة اعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. بالرغم من انها مختفية من فترة طويلة عن الانظار، الا ان الفنانة زيزي مصطفى ام الفنانة منة شلبي رجعت تاني لدائرة الضوء، وده بعد ما ظهرت كضيفة في واحد من البرامج الفنية. زيزي مصطفى اتكلمت عن شوية حاجات عن حياتها وعن بنتها، وكان من بين الحاجات دي علاقة بنتها بالمخرج خالد يوسف. وقالت زيزي مصطفى ان لو خالد يوسف عرض عليها انها تشارك في اي عمل من اخراجه مش هترفض، بس قالت برضو ما تعتقدش ان منة شلبي ممكن توافق تشتغل معاه، بس في الاول وفي الاخر ده رأيها. واتكلمت زيزي مصطفى عن فترة الخطوبة اللي جمعت بين بنتها الفنانة منة شلبي والمخرج خالد يوسف، وقد ايه هي كانت خايفة من الارتباط ده. وقالت زيزي مصطفى ان العلاقة بين منة وخالد كانت كويسة نسبيا في الفترة الاولى من معرفهم، لكن طباعه كانت غريبة شوية عنهم وكان عايش حياته شويتين، وده اللي اعتبرته غريب عن عادتهم، وقالت ان ده كان السبب الحقيقي للانفصال بين منة وخالد. وردت زيزي مصطفى عن موضوع حادثة منة شلبي وان كان ليها علاقة بانفصالها عن المخرج خالد يوسف، وقالت ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، وان كل الموضوع ان منة شلبي راحت عشان توصل واحدة من صديقاتها للمطار بالعربية وكان في زيت على الارض فانقلبت العربية.